بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في الكورس كيف تبحر في السوق الأزرق الخاص بك وتكون خارج حدود المنافسة. هذا الكورس إخواني الأفاضل أنا بشرح من الكتاب الإلكتروني الخاص به اللي موجود على موقع تنمنس، اللي بيحب طبعا يشتري هذا الكتاب موجود بسعر رمزي جدا. وخليني أبدأ معاكم اليوم في الحلقة الخامسة من الكورس المجاني كيف تبحر في السوق الأزرق الخاص بك وتكون خارج حدود المنافسة. طبعا أنا بستعرض معكم إخواني الأفاضل بشكل سريع لمجريات الحلقات اللي احنا تناولناها من قبل، وهيك احنا دخلنا على الحلقة الرابعة. اليوم احنا ان شاء الله بدنا نبدأ في الحلقة الخامسة اخواني الافاضل، وبنذكركم طبعا بالاشتراك بالقناة وشراء الكتاب وقراءة المقالات الحصرية الموجودة على موقعي الخاص تن منس. وخليني اشوفكم بعد هذا الفاصل. دعوني أعزائي المشاهدين أبدأ معكم بسؤال مهم جدا. الآن شركة أبل وسامسونج هل تعتبر من الشركات الناجحة والابتكارية؟ وكيف هي الشركات ممكن أعتبر إخوانا فاضل؟ هل هي في المحيط الأزرق أم في محيط أحمر؟ أم هي غادرة ذلك المحيط؟ الإجابة على هذا السؤال إخوانا فاضل أنا طبعا تناولته بسؤال قصير على لايف على يعني أحد حلقات قناتي، وجاوبنا وتكلمنا أنه تكمن الإجابة في طبيعة الخدمات المقدمة من قبل شركة أبل أو شركة سامسونج، يعني المنتجات وطبيعتها إخواني الأفاضل هي اللي بتحدد إنه شركة أبل في المحيط الأزرق أم شركة سامسونج في المحيط الأحمر. طيب خلينا نرجع في منتجات القديمة اللي كانت شركة أبل تنتجها، مثال الهاتف الذكي الآيفون. المنتج الأول أو الإنتاج الأول من هذا الآيفون إخواني الأفاضل كان لشركة أبل أو أدخلها في السوق الأزرق. ايضا شركة سامسونج الابتكارات الاولى او المنتجات الاولى ايضا من سامسونج الجوال الخاص بها او الهاتف الذكي ادخلها ايضا في المحيط الازرق. بعد ذلك لما انتجت منتجات اخرى ومتطورة تمام، اصبحت شركة ابل او شركة سامسونج في المنتج الاول هي في المحيط الاحمر، اي في المحيط الدموي اللي بيغلب عليه المنافسة الشرسة. عشان هيك بنقول لكم اخوان الفضل انه طبيعة المنتجات هي اللي بتحدد انه الشركة او المشروع في محيط ازرق ام في محيط احمر. تأملوا معي اعزائي المشاهدين الصورة التالية لجالكسي زد فليب الخاص بشركة سامسونج، واللي انتجت شركة سامسونج في يعني المنتجات الاخيرة او الحديثة الخاصة بها. يعني لو تأملت هذه الصورة حتجد في نوع من الابداع، نوع من الابتكار في هذا المنتج. يعني انا بترك لك انه انت تعلق لي، هل هذا المنتج قد يدخل او قد ادخل شركة سامسونج المحيط الازرق؟ انت يعني ممكن تترك لي طبعا اجابتك في التعليقات اخواننا الفاضل، ونتشارك ونتفاعل فيما بيننا. وخليني ايضا انزل على هذه الصورة التالية، يعني بترك لكم التعليق. لو انت تأملت في هذه الصورة ايفون اس اي 2 لشركة ابل في العام 2020، هذا منتج مقدم طبعا من هذه الشركة. يعني اترك لك الاجابة ايها المشاهد العزيز انه هل هذا المنتج قد ادخل الشركة في محيط ازرق جديد بعيدا عن شركة سامسونج. وزي ما انت ملاحظ شركة سامسونج كيف ابدعت في جالاكسي زد فليب وايضا شركة ايفون، يعني ممكن نحكي انه هذان المنتجان قد ادخلا الشركتان في محيط ازرق جديد، هل تتفق معي ام لا؟ ايضا بحب اناقش معك هذه الاجابة في التعليقات، ويعني يا ريت يعني تبرز لي رأيك ونخلينا يكون في نوع من النقاش. طيب الآن أخي الفاضل، يعني إحنا بنحكم إنه المنتجات القديمة من أبل أو سامسونج هي أدخلت الشركات التالية في المحيط الأحمر، ولكن بعد ذلك انتقلت بمنتجات حديثة أو أحدث إلى السوق الأزرق الخاص بها. طيب نيجي إخواننا الفاضل لنقطة أخرى، يعني هذا الكلام مجمل إخواني الأفاضل يدخلنا إلى نقطة مهمة جدا، وهي تعريف الأسواق الحمراء. لو حكينا السوق الأحمر ما هو تعريف إخواني الأفاضل؟
يعني هو بشكل مختصر وبسيط هو عبارة عن الأسواق أو الأعمال المألوفة في عالم الأعمال، وبتكون قوانين المنافسة فيها معلومة معروفة لدى جميع الأطراف، وما حدا بيجتهد أو بيجيب إشي جديد أو بيبتكر، يعني أشياء معلومة قوانين معلومة للجميع وبتنافس فيها الجميع. يعني بتلاقي عائد ربح يعني ثابت 7% 10% وكل سنة، والشركة يعني ماشية أمورها تمام وتنتج وتبيع السيلز ويعني بتجني الأرباح ويعني هلم جرة. عشان هيك احنا بنحكي اخوان الفضل ما في ابداع، ما في ابتكار بشكل كبير، ما في مخاطرة، يعني كل الاطراف عارفة القوانين وعارفة المعلومات، فبالتالي يعني ما في سوق ازرق جديد. ومثال لذلك المحطات الحمراء، مثال يا جماعة صناعة السيارات، الحواسيب، الصناعات البترولية، المنتجات المتكررة والشائعة والمعروفة لدينا في عالم الاعمال اليوم هي بنسميها ايضا محيط أزرق أو منتجات المحيط الأحمر، واللي هي قائمة على أساس المنافسة القوية الدموية، واللي بتتم أيضا في طريقة تنافسها على إما تخفيض التكلفة أو تمييز المنتج. وهذه طبعا الاستراتيجيات اللي تكلم عنها إخواننا الأفاضل مين؟ بورتر في نظرياته واستراتيجياته. إذا خلونا نتفق أعزائي المشاهدين على أنه ممكن شركة أبل أو سامسونج تكون في المحيط الأحمر، ثم بعد ذلك تنتقل إلى السوق الأزرق بمنتج جديد مثل الآيفون اللي احنا تكلمنا عليه يا جماعة SE أبل، أو سامسونج بجوال اللي هو فليب القابل للطي، يعني هذا ممكن نقلها إلى السوق الأزرق. ممكن أيضا بعد فترة معينة يصبح هذا المنتج قديم نوعا ما نسبيا ويظهر منتج جديد أو شركة تنتج منتج آخر، فبالتالي ممكن تكون أيضا أبل وسامسونج في المحيط الأحمر. بعد ذلك ممكن أيضا تصعد بمنتج جديد شركة أبل أو سامسونج من أجل البحار في سوق أزرق. عشان هيك ما هي نظرية وما هي شيء محدد إخوان الأفاضل، يعني أنت لازم تدرس طبيعة المنتج اللي ممكن ينقل هذه الشركة أو المنظمة أو مشروعك إلى المحيط الأزرق. وأنا بحكي لك أخي الفاضل، احرص دائما على التحسين والابتكار والإبداع، لأنه هذه الأفكار هي اللي بتخليك تبحر في محيط أزرق وحدك وتبتعد عن المنافسة. لأنه إخوان الفاضل كلما أنا يعني كان عندي منتجات معروفة وتقليدية ومتكررة وشائعة ومعروفة ومعلومة لدى الجميع، أنا كلما كان أنه تعرضي للانهيار أكثر بشكل كبير، وتعرضي للمنافسة، وتعرضي أنه ممكن يعني المنتجات الخاصة بي تصبح محط أنظار الشركات الأخرى والمنافسة، وبالتالي ممكن تهددك المنافسة من طريق آخر. عشان دائما احنا بنقول لك اغزو دائما المساحات الجديدة، حاول انه انت تبتكر شيء جديد، حاول انه انت دائما تعتمد الجديد في منتجاتك وطبيعة منتجاتك وخدماتك، عشان انت تكون لوحدك في السوق الأزرق وما حد ينافسك فيه. ولو حبيت تعرف أكثر عن هذا الموضوع، اقتني هذا الكتاب الإلكتروني وتابع الكورس المجاني على قناة. لو انت مش حاب تشتري هذا الكتاب، لكن اللي حاب يشتري هيك بيعمل معروف كبير انه بيدعم القناة وبوسع من عملها ومن أدائها، وبأنه في إمكانية انه ننتج المزيد من الكورسات المجانية اخواني على فاضل والكتب الإلكترونية اللي حتفيدنا، ودائما نفيد الناس اللي محتاجة هذا العلم والمعرفة. وهيك أنا وصلت معكم أعزائي المشاهدين لحلقة لهذا اليوم، الحلقة الخامسة من كورس البلو أوشن استراتيجي أو كيف تبحر في السوق الأزرق الخاص بك وتكون خارج حدود المنافسة. وبختم معك بسؤال رئيسي إن شاء الله حيكون بداية للحلقة السادسة، وهو ما هي المداخل العملية لإنشاء محيط أزرق جديد لشركتك أو منظمتك أو مشروعك، حتى مهما كان صغره وحجمه حتساعدك هذه العمليات وهذه المبادئ على إنشاء محيط أزرق وأن أنت تبحر فيه لوحدك أخي الفاضل. إذا مهم وبهمك أنه أنت تكون لوحدك في السوق الأزرق ويكون لك مساحتك الخاصة، تابع هذا الكورس جيدا وطبق مبادئ ومؤشرات إن شاء الله حتنتفع به بإذن الله تعالى. وإذا أنت مهتم كثير في هذا الكورس أخي الفاضل وأنه أنت تطور عملك، اشتري وقتني هذا الكتاب، هتجده على موقع بسعر رمزي جدا. إذا ما حبيت تقتني هذا الكتاب، حاول أنت تتابع معنا السلسلة نهاية أخوان الأفاضل اللي هي الكورس موجود مجاني على قناتي. طبعا أقل دعم لنا أخي الفاضل أنه أنت تنشر هذه القناة وتشارك الحلقة لغيرك، ودائما يعني تشاركنا بالإعجابات أنه إحنا ننشر هذه الحلقة لغيرك من الناس والأصدقاء ونكبر عدد المشتركين في هذه القناة. وبختم قولي طبعا قول الله عز وجل، ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. بشوفكم في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.